السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مشروع نتاع التراموي تاع مدينة مستغانم، وعن التأخر الكبير الذي يعرفه لحد اليوم لقد وصل إلى 6 سنوات منذ أن انطلق المشروع في 2014. هذا المشروع في الأول تمد للشركة إسبانية، لكن الإسبانيين كعادتهم، يعني كل الأوروبيين أوروبا الغربية، جبدوا روحهم كاع المشاريع، يعني خلاو عن المشروع ولأسباب لا نعرفها، ثم أقعد عامين بدون في التوقف تاع عامين، حتى أخذوا مؤخرا شركة كوسيدار بالشراكة مع الأتراك. وهنا نلاحظ بعض الأشغال المنجزة رغم التأخر، وللأسف اللون نتاع التراموي أزرق. أنا ما نفهمش علاش التراموي اللون ديالو أزرق، بما أن التراموي في الجزائر العاصمة أزرق، عاودوا اللون نفس اللون، داروا نفس الغلطة في اللون الأحمر تاع التراموي تاع الصيف، داروا نفس التراموي كما التراموي تاع وهران، وعاودوا نفس الغلطة. كان ممكن ألوان أخرى من البنفسجي كان يليق مليح، يعني الفيولي كان يليق مليح للتراموي تاع مستغانم. المهم، السلام عليكم.